هذا البرنامج برعاية الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامس. أسعد الله أوقاتكم متابعي برنامج عليكم العافي في الجزء الثاني من مرض السرطان وخصوصيته في سوريا. نستضيف أيضا هذه الحلقة الدكتور باسل أتاسي اختصاصي في الأمراض الدم والأورام من أمريكا شيكاغو، وهو رئيس لجنة الأورام في الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامز، الراعي لهذا البرنامج. دكتور باسل السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يعطيك العافية دكتور. الحلقة الماضية تحدثنا عن السرطان بشكله العام وإحصائيات عالمية وأيضا توصيات عالمية عن الموضوع وأبحاث عالمية. الآن أريد دكتور أن أتحدث عن هذا المرض في سوريا. أنت كمتابع لهذا المرض في سوريا، ما هي آخر إحصائيات لديك؟ تفضل دكتور. طيب أخي الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا على الاستضافة مرة ثانية. شكرا دكتور. حسب منظمة الصحة العالمية هناك حوالي عشرات ملايين من المصابين بمرض السرطان سنويا في العالم. تمام. وحسب إحصائية في عام 2017 هناك 8 ملايين وفاة بسبب السرطان. الإحصائية ذكرت أن 70% من المتوفين في السرطان هم من البلاد النامية. 70%. وذلك بسبب، يعني حسب الإحصائية وحسب المذكور تحت الإحصائية، أنه الأسباب أنه شيوع أكثر الوفاة في السرطان في بلاد نامية هي موضوع التلوث، موضوع الأطعمة المعينة، موضوع الفقر، موضوع العناية في المرض، موضوع الكشف عن المرض المبكر للأسف لا يوجد في معظم بلاد نامية. بالإضافة لأنه معظم الأحيان أنه المرض لما يتم استكشافه مرض سرطان يكون منتشر أو يكون قد يعني في مراحل متأخرة. فندخل على سوريا. تمام دكتور، إذن أسألك شو هي آخر إحصائية في الوضع السوري إذا كانت لديك؟ تمام. للأسف أخي إيمان، خلال الأزمة الماضية في سوريا يعني لا يوجد دراسات دقيقة عن موضوع السرطان بسوريا، خاصة موضوع السرطان بشكل عام، يعني بشكل عام مهمل. هناك إحصائية كانت في عام 2008 وجدتها على الإنترنت تذكر حوالي 10,000 مصاب مريض بالسرطان في 2008، وتذكر أنه أكثر السرطانات شيوعا في سوريا هي سرطان الثدي عند النساء. تمام. والقولون عند الرجال، والمعدة كمان، القولون والمعدة وعند النساء الثدي. ولكن 10,000 مريض يعني رقم طبعا كبير، ويعني ولكن مقارنة ب 21 مليون في عام 2008 طبعا بجوز رقم بسيط. تمام. متوقع أكثر حسب منظمة الصحة العالمية. أسباب العامة للوفاة في العالم، رقم الأول هو مرض أمراض القلب. تمام. يليها 15% من الوفاة في العالم، 15% من الوفاة هي من السرطان، وهي عادة السبب الثاني للوفاة بشكل عام. دكتور طبعا بعض الدول تختلف أسباب الثانية للسرطان، بعض الدول يكون في أمور علاقة بالإنتانات، بعض الدول علاقة بالحروب إلى آخره. تمام. في سوريا أنا حسب ما أتوقع، توقعي الشخصي، أنه السبب الأول للوفاة خلال السنوات الماضية هي الحرب. السبب الثاني هي أمراض القلب. السبب الثالث والله أعلم هو أمراض السرطان. رقم دكتور معين دكتور، أعتقد أنه الحرب إلى علاقة في أمراض القلب وأمراض السرطان، لكن أريد أن أسألك الآن، هل تعتبر السرطان هو عبء اقتصادي على الدولة؟ طبعا من أكثر الأمراض تحتاج إلى دعم مادي وتكاليف مادية هي السرطان. يعني بشكل مبسط، مريض السرطان يحتاج إلى جراحة، يحتاج إلى علاج كيماوي، يحتاج إلى علاج شعاعي، يحتاج إلى تشخيص، مقارنة بالأمراض الأخرى تحتاج فرضنا دواء معين أو قسطرة معينة للأمراض القلب إلى آخره. وبشكل أساسي موضوع غلاء الثمن الدواء الكيماوي هو العائق الكبير لعديد من المرضى أن يتلقوا العلاج. يعني أنا أعرف مرضى عنده سرطان حتى ممكن يشفى منه بسبب تكاليف العلاج الكيماوي، يعني ينزحون عن البلد، في سفر، في أمور أخرى بسبب تكاليف العلاج الكيماوي. الآن موضوع العلاج الكيماوي بشكل عام دكتور أريد أن أسألك، العلاج الكيماوي، الأدوية الكيماوية من أين مصدرها، وهل يستطيع السوريين في داخل سوريا الحصول عليها أم هناك حظر؟ تمام. صراحة مصدر العلاج الكيماوي معظمه من الغرب، يتم الغرب.
يعني في امريكا يعني معظم الادويه مصنعه في امريكا، في دول اوروبيه في تصدير من امريكا او في صناعه محليه اوروبيه. حسب معلوماتي في سوريا يتم استصدار عفوا يتم استيراد الادويه من الخارج. تمام. في دواء تركي، في دواء اوروبي، نادرا ما يكون في دواء امريكي، ولكن كمان في ادويه اخرى حسب معلوماتي، حسب شهادات بعض الاطباء، الادويه الهنديه حسب الشهادات انه يكون احيانا فعاليتها اقل. تماما. هاي المشكله الان انه فعاليتها اقل. دكتور وسطيا كم تكلف جرعه الكيماوي؟ والله يعني قمنا باحصائيه مؤخرا على بشكل عام، اقل تقدير ان جرعه الكيماوي الجرعه الواحده تكلف بين 150 ل 300 دولار الجرعه الواحده يعني للمريض. الجرعه الواحده طبعا هي في سوريا. في امريكا محل ما كما انا امارس الاسعار اغلى بكثير، يعني جرعات واحده قد تصل الى الالاف او حتى عشرات الالاف جرعه واحده، خاصه الادويه المتطوره، في ادويه مناعيه جديده immunotherapy. تمام. احيانا الجرعه الواحده تكلف حوالي 15 الى 20 الف دولار. نتائجها طبعا ممتازه على المريض ولكن في تكاليفها عاليه كثير. دكتور نعم. دكتور تفضل. العوده الى سوريا اخي ايمن. نعم. هي تكلفه الجرعه الواحده فقط وهي اقل التقادير. المريض احيانا يحتاج الى جرعات متعدده. نعم. يحتاج الى 6 جرعات 8 جرعات. لو مريض عنده سرطان منتشر يحتاج الى اكثر من هذا. طبعا هذا تقديريا وليس عندي رقم دقيق للاسف. دكتور اريد ان اسالك، هل للحرب تاثير على مرض السرطان، زياده او نقصان او ظهور انواع جديده؟ نعم. كما ذكرت اخي ايمن احصائيه يعني دقيقه ومعلومات دقيقه لا يوجد، بسبب انه الوضع بسوريا وضع نقص الابحاث الى اخره. ولكن من المتوقع انه للاسف الحرب اكيد ستؤثر سلبا على تشخيص السرطان وعلى امراض السرطان. السبب انه كما نعلم ان اسباب السرطان ومسبباته، اسبابه اكبر اسباب هي امراض العلاقه بالتلوث، علاقه بالبيئه المحيطه، علاقه بالاشعه، العلاقه بالماء الملوث، في اشياء كثير علاقه بالفيروسات. فللأسف لن نعلم التفاصيل حتى فترة بعيدة من الآن، لأنه من معظم الأمراض السرطانية يعني تأخذ فترة حتى تتطور وحتى تتشكل وحتى تصيب المريض بأعراض يشعر بها. دكتور في الدول الأخرى اللي صار فيها حروب، هل بعد ما انتهت الحروب، بعد ما انتهى استخدام المواد الخاصة بالحروب، هل لوحظ الزيادة لنسب السرطانات؟ تمام. في بعض التقارير عن الفرضنا القنبلة النووية اللي تم إرسالها في من حوالي 60-70 عام في اليابان، أنه بعد سنوات شعروا أنه في نسبة معينة من السكان يأتيهم أمراض ثانوية ومنها أمراض السرطان، والمسبب الرئيسي إليها هي القنبلة النووية، وبشكل أساسي موضوع اللوكيميا وأمراض الدم، سرطانات الدم. تمام دكتور، لدينا فاصل، نأخذ فاصل دكتور ونعود إليك للنقاش متابعينا الأكارم. بعد الفاصل سوف نتحدث عن ظاهرة وبدأت الآن أصبحت شائعة في سوريا، وهي تكرار العشوائي للنفط في مناطق تواجد النفط ولا سيما منطقة الجزيرة ومناطق الفرات، وأصبح لديها تأثيرات على البيئة سواء على أيضا وعلى الإنسان، سواء على المياه، النبات، الحيوان وحتى على الإنسان، وأصبحنا نشاهد زيادة في تواتر السرطان. بعد الفاصل سوف نتحدث بإسهاب مع الدكتور باسل عن هذا الموضوع، ابقوا معنا. هذا البرنامج برعاية الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامس. متابعينا الأكارم، في القسم الثاني من مرض السرطان تحدثنا مع الدكتور باسل في القسم الأول من الحلقة عن مرض السرطان في سوريا. القليل من خصوصياته، الآن لدينا مشكلة أو لدينا ظاهرة الآن شائعة في مناطق الفرات ومناطق الجزيري عن استخدام التكرير العشوائي للنفط وأبار النفط هناك. نشاهد هذا التقرير ونعود إليكم للنقاش. الحراقات
مهنة اشتهرت في المناطق التي يتوفر فيها النفط في سوريا، وباتت مصدر رزق للكثيرين من أبناء المناطق شمال وشرق البلاد، إلا أن هذه الحرقات وحسب اختصاصيين تشكل خطراً على السكان القاطنين بقربها، وتم تسجيل حالات وفاة، إضافة لانتشار أمراض كالسل والجرب والربو. دخان الحرقات المنبعث منها يحمل العديد من المواد السامة التي يمتد تأثيرها لعشرات الأعوام، سواء على الإنسان أو النبات والحيوان والماء والتربة. تجارب سابقة في العراق مثلاً كان يتكرر فيها النفط عشوائياً، تقول السلطات العراقية إن أعداد مرضى السرطان في مناطق تكرير النفط ازدادت مؤخراً. ورغم عدم وجود إحصائيات وأرقام رسمية عن النتائج التي حصدها السكان من الحراقات، إلا أن أبناء المنطقة يؤكدون ازدياد عدد المصابين بالسرطان وغيره من الأمراض. إذن فإن أمراض الحراقات ثابتة لا مفر منها، فهل سينتبه القائمون على هذه المهنة من أخطارها، أم أن الحاجة وانعدام البديل سيترك باب العمل فيها مفتوحا ولو على حساب صحة المدنيين؟ دكتور باسل، كما شاهدت يعني في التقرير هناك حالة من التكرير العشوائي للنفط، برأيك هل هذا صحيح؟ كيف سيؤثر ذلك على الأجيال القادمة؟ تمام، يعني للأسف متوقع أخي إيمان من على المدى البعيد أن تؤثر هذه الأعراض السلبية أو هذه الممارسات السلبية في المجتمع، لأن يصاب المريض، يصاب الإنسان في سوريا أو في مناطق ملوثة بأمراض عديدة، منها مرضى السرطان. تماما، في أشياء كثير يمكن يصاب فيها، ولكن على المدى البعيد في تأثير على الجو، على التلوث، على المياه، فهذه تؤثر سلبا على المرضى، وممكن على المدى البعيد تسبب طفرات جينية ومن أسباب السرطان. تماما، وربما تنتقل دكتور إلى الأجيال الأخرى وتستقر هذه المواد السامة في خلاياهم، يعني اللي طالعناه اليوم 1000 راح نحطه بعد 20 سنة 2003. دكتور أريد أن أسألك عن موضوع الكشف المبكر عن السرطان. تمام، أحد يعني حاليا يعني في سوريا وحتى في بلاد نامية من أهم الأشياء ممكن نحن ننصح فيها ونساويها وناشد مؤسسات والمعنيين في الأمر موضوع كشف مبكر. أحيانا كتير أنت لما تصاب بسرطان وينتشر يعني يكون الطبيب والفريق الطبي يعني مشلول اليد، يعني قريب ممكن أن يعمله لمساعدة المريض، ولكن ممكن موضوع كشف مبكر يحمي العديد من المرضى من آثار جانبية وآثار انتشار المرض. وفي عندنا حاليا 4 أمراض أو 5 أنواع سرطان ممكن كشف مبكر فيها، وهي بشكل أساسي سرطان الثدي عن طريق الماموغرام، في لها أشياء معينة، عمر معين نبدأ فيه وسنوات معينة للمتابعة وطريقة معينة كيف الكشف مبكر، في لها مثل بروتوكولات معينة. سرطان قولون أيضا، سرطان الرئة خاصة عند المدخنين، في لها كمان بروتوكول معين. سرطان عنق الرحم اللي هو يعني ليس بالنادر في بلادنا. تمام، وفي بعض تقارير عن موضوع مختلف هي موضوع سرطان البروستات. تمام، ليس انتشار كبير في بلادنا. تمام. طبعا هي كشف مبكر، ولكن اضافه لكشف مبكر في شيء اسمه بريفنشن او الوقايه. تمام، فنصيحه كبيره موضوع الوقايه، موضوع العنايه بالغذاء، العنايه بالتلوث، العنايه بامور علاقه بالتدخين. تمام، من المعروف ان 95% من اسباب سرطان الرئه واللي هو أشيع سبب السرطان واللي هو أكثر سبب السرطان الوفاة من السرطانات هو سرطان الرئة، هو التدخين. فالنصيحة اللي ممكن نقدمها لجميع المدخنين الإقلاع عن التدخين، ليس سرطان فقط الرئة هو من التدخين، التدخين يسبب سرطان الرئة، سرطان المثاني، سرطانات الدماغ وأشياء سرطانات أخرى. طبعا إضافة إلى التدخين يؤثر على أمراض القلب إلى آخره. تفضل دكتور. بعض النصائح الأخرى ممكن نعطيها بموضوع البريفنشن أو الوقاية من مرضى السرطان، هي بالإضافة إلى إقلاع عن تدخين المدخنين وعدم البدء بالتدخين لغير مدخنين، هو موضوع غذاء. في نوع معين من الغذاء يعني مثبت علميا بالدراسات أنه هو ممكن يؤثر على سلبا على بعض الأعضاء
ويؤدي إلى سرطان. فرضنا بعض الكميات الكبيرة من اللحم الحمراء، تمام، اللحم الأحمر، صحيح. بعض الدراسات أوجدت أنه في علاقة بسرطان المعدة وسرطان القولون. موضوع البعض الناس الكحوليين، صحيح، مثبت علميا موضوع سرطان الكبد وسرطان البنكرياس، تماما. بعض السمنة تؤثر سلبا أيضا على بعض الأورام. حتى بعض الناس المصابين بالأورام اللي عندهم سمنة تؤثر سلبا على الاستجابة للدواء، تماما. فحتى نقص الوزن شيء مهم جدا لمعظم الناس اللي عندهم سمنة. بعض الأحيان الغدد الدهنية هي كمان من الأعراض اللي ممكن تسبب زيادة نسبة بعض السرطانات. دكتور، أفهم من كلامك أنه الوقاية والكشف المبكر عن السرطان يخفف الأعباء على اقتصاديات الصحة، صحيح؟ أكيد، تماماً. ويلعب الدور التثقيف الصحي، يلعب دور في ذلك برأيك؟ جداً جداً، موضوع التثقيف الصحي جداً مهم. دكتور، قبل الختام أريد أن أسألك، فريق الذي أو الذي يعالج مريض السرطان، فريق متكامل من الأطباء والأهل والعائلة، شو تحدثنا عن هذا الفريق؟ تماماً، فهي شيء مهم أنه نذكر أنه مريض السرطان يحتاج إلى فريق من العمل، من الأطباء والأطباء والمخبر إلى آخره. فمريض السرطان يحتاج إلى أخصائي سرطان مثلي أنا، يحتاج إلى جراح، إلى تشريح مرضي، طبيب أشعة، طبيب علاج شعاعي، يحتاج إلى طبيب سرطان. فريقنا العمل حوالي 5 إلى 6 من الأخصائيين يتكاتفون، ونحن نقول مالتي ديسبلينري أو فريقنا العمل من الأخصائيين لعلاج مرضى السرطان، خاصة سرطانات الصلبة. فهذا هي يعني، فأحيانا المريض عليه أعباء أن ينتقل من طبيب إلى طبيب إلى عيادة إلى عيادة. فمن أهم الأشياء ممكن نحن ننصح فيها في سوريا وفي بلاد العربية موضوع مراكز سرطانية، تمام، مراكز مخصصة للسرطان اللي بيدخل فيها المريض يشوف فيها كل الأخصائيين ويتم علاجه بأفضل علاج وأفضل الأساليب. دكتور، هل لديك اطلاع الآن عن وضع المرضى السوريين المصابين بالسرطان في الدول المجاورة لسوريا؟ طبعا في معاناة شديدة للأسف أخي أيمن بموضوع مريض السرطان اللاجئ أو مريض السرطان اللي هي في داخل سوريا ويحاول الحصول على علاج خارج سوريا. شو هي دكتور حالات المعاناة اللي أنت حسب ما وصلتك حتى الآن؟ بشكل أساسي معاناة مادية، يعني لما أنت في بلد مثل فرضنا لبنان أو الأردن أو تركيا، لا سمح الله عندك ولد أو طفل صغير أو حتى أهل عندهم مرض سرطان، فتكاليف بيضة جدا واللاجئ لا يحصل على التكاليف، وهي الأمور غير مغطاة حكوميا وغير مغطاة بشكل أساسي معظم المنظمات الدولية ومنظمات الإغاثية والطبية. حتى الـ UNHCR أو منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للاجئين تتغاضى بشكل أساسي، يعني بشكل عام، عن هالأمراض هي لأنه مكلفة جدا، والمعظم الفكرة عنها أنه هذا مريض يعني مأيوس منه، فلا يوجد تغطية مثل الأمور الأخرى، لا يوجد تغطية لمريض السرطان. في معاناة شديدة والله، ولكن بنفس الوقت رأينا قصص يعني ناجحة لبعض الجمعيات وبعض الناس المتبرعين يدعموا بعض الأطفال وبعض المصابين بالمرض. بس دكتور، المريض الآن يعاني صدقا خارج سوريا وداخل سوريا، مريض سرطان يعاني في الجهتين. دكتور باسل، احنا قبل هذه الحلقات استضفنا مسؤول في وزارة الصحة التركية هنا في البرنامج، وقال أن المريض السوري في تركيا، أنا أتحدث عما شاهدته، أن المريض السوري في تركيا يأخذ العلاج مثل التركي المتاح مجانا، مثل التركي، إذا في أدوية يدفع التركي لازم يدفع السوري. أريد أن أسأل دكتور قبل الختام، شو عندك نصائح بتوجهها للسوريين الآن عبر برنامج عليكم العافية وشاشة حلب اليوم فيما يخص مرض السرطان؟ تمام أخي إيمان، بس آخر فكرة عن موضوع أنت ذكرته آخر شيء، يعني شكر خاص طبعا للحكومة التركية مثل ما حضرتك ذكرت، يعني مريض قصص واقعية عشناها وشفناها، المريض السوري اللاجئ في تركيا يعني يتحصل على علاج مشابه جدا يعني العلاج المريض التركي، فالله يعطيهم العافية. الله يعافيك. نصيحة لجميع المرضى السرطان وأهاليهم، كما أنا ذكرت في الحلقة السابقة، موضوع عدم اليأس، موضوع في عديد من الأمراض السرطانية يمكن الشفاء منها، حتى في حال عدم الشفاء ممكن
بالعلاج ممكن يكون في بقية أكثر، ممكن تثبيت أعراض، ممكن تحسين الوضع العام للمريض خلال العلاج وخلال المتابعة. نصيحة للجميع يعني أن يتابع مع أخصائيين، نصيحة للمدخنين إقلاع عن التدخين، نصيحة للهيئات الدولية والهيئات العالمية. الحرب في سوريا سببت الكثير من التلوث وكثير من الآفات البيئية والاجتماعية اللي للأسف بالمستقبل لها يمكن يكون فيها لها آثار سلبية، ويكون فيها إلى إصابة للسرطان أكثر. فهي مناشدة للجميع للتكاتف لحرب هذا المرض اللي هو للأسف مرض مهمل، وللأسف يعني هو سبب شائع للموت، ليس سبب نادر. والله يعطيكم العافية أخي إيمان. دكتور، هل تنصح المقبلين على الاختصاص أنه يتخصصوا مثلك أمراض دم وأورام؟ طبعا والله يعني في حاجة كبيرة في سوريا لعلاج المرض. أنا أحكي لك بس إذا أنا بعرف وقتنا ضيق، خلال 30 ثانية أخي إيمان، بشكل عام في الغرب في إحصائية أن يكون حوالي 1000 إلى 1500 شخص في أمريكا فرضنا وفي الولايات الغربية في طبيب ورم مختص موجود حواليهم. 1500 شخص. لما بتروح على مناطق مثل فرضنا حرب حاليا او ادلب او حتى دمشق، تلاقي مثلا مليون او مليونين زلمه من العدد السكاني في شخص او شخصين. في دمشق طبعا في اكبر، ولكن مليونين شخص في ادلب فرضنا او 3 ملايين في يمكن اخصائي واحد او اخصائيين. فنصيحه طبعا للاخصائيين الامراض الداخليه الإكمال بتخصص الدم والأورام في حاجة كبيرة، والمستقبل في حاجة أكبر إن شاء الله. شكرا دكتور باسل، أشكر حضورك معنا، وطبعا اقتطعنا جزء من عطلتك، أشكر حضورك. متابعينا الأكارم، كما قلت لكم، مريض السرطان بين مطرخة الحرب وسندانات متعددة في كل بلد، في كل مكان هناك سندان، إما المادي أو العناء أو عدم توفر اختصاصي أو أحيانا عائق اللغة مثلا هنا في تركيا. كل ذلك يلعب دور في تصعيب المهم على المعالجين، وأيضا على وضع مزري جدا لمريض السرطان. شافانا الله وشافاكم إن شاء الله. أرجو أن نكون قد قدمنا معلومات شيقة وواضحة ومعلومات قيمة، ودمتم بخير والسلام عليكم.